خلاف ما يدعيه. الحوار الوطني كان فيه مش تشاركية واسعة لكافة الفئات من ذلك المحامون. القوانين التي أصبحت مشاريع وبعضها مسودات كانت فيها مش تشاركية. للأسف يوم 25 في شهر 10 اجتمع المحامون يعني في شخصي الجمعية ببني ملال وقرروا مجموعة بين قوسين من الإجراءات النضالية. ولكن يوم 27 عاد جاوا عند وزير العدل كيخبروا بالمطالب ديالهم، والمطالب ديالهم أنا خبرتكم بعضها. إذا هذه الأسباب اللي هي كتبوها هي اللي بغيت نحتكم لها. بغيتي تقول لي شنو الأسباب والخلفيات والسياقات، نقول لك السياق هو سياق انتخابي، لأن شهر 12 هو انتخاب النقيب وأعضاء المجالس. كاين هناك مزايدات، كاين هناك أيضا أجندات سياسية لبعض الجهات، لذلك تعملوا على تسخين الأجواء واختلاق التوترات. ولكن تأكدوا أنه كاين الحكماء والحمد لله في النقباء، والدليل يوم السبت الماضي تم تراجع عن تلك الأجندة التي كانت ستؤدي إلى الإساءة إلى المواطن أولا ثم إلى مهنة المحاماة، وتم إرجاع يعني البدلة إلى أناقتها باسترجاعها للياقة. والحمد لله غتبقى بعض الوقفات اللي هي عبارة عن ساعة بين الساعة 11 والثانية عشرة التي تدور العدد.